رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العلي العظيم. طريقان في هذه الحياة: طريق اليقين والعلم والبصيرة، وطريق الشك والجهل والعمى. أهل اليقين يبدأون مسير حياتهم بالبصائر، بالعلم الذي يجدونه. هناك البعض يقولون الحياة هي عبارة عن شكوك، بداية تساؤلات، ابدأ وشكك لكي تصل إلى العلم. نحن نقول إذا كانت الحياة تبدأ بالشك فإن الشك محال أن يوصلك إلى اليقين. مستحيل يستطيع الإنسان أن يبدأ من الشك. لماذا؟ لأنه إذا كان البدء بالشك فيبدأ الإنسان ويشك في شنو؟ في نفسه، في عقله، حتى مفهوم التشكيك يصبح شنو؟ مشكوك فيه. هذا المفهوم اللي أنا جعلته لنفسي أن أبدأ بالشك يجب أن أطبقه عليه وأن أشك فيه. أن أشك في ماذا؟ في مفهوم التشكيك. صار دوره هنا، ما عندي مسيرة إلى أين، من أين أبدأ. محال أن يبدأ الإنسان من الشك، يجب أن يبدأ من شنو؟ من اليقين. على الأقل أول يقين أنه إنسان عاقل يستطيع أن يؤسس لنفسه أسس ثم يبدأ منها. البناء على الشك لا يستقيم، إنما البناء على اليقين. اليقين هو الأساس الأول والأساس الصحيح الذي يجب على الإنسان أن يبدأ وينطلق من خلاله. أهل البصائر هكذا يكونون، يجعلون لأنفسهم أسس محكمة. الشيخ قرأ هذه الآية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الأساس يجب أن يكون على معرفة. التقوى المراد في هذه الآية تقوى الله، لا تكون إلا من خلال ماذا؟ من خلال اليقين بالله والمعرفة بالله. يجب أن نبدأ من المحكمات. لهذا نحن أولي الألباب إن شاء الله جميعا نكون هكذا، أولي الحجة، أولي النهى، يبدأون بتأسيس المحكمات، يجعل لنفسه مجموعة محكمات. ليش؟ حتى إذا أتته المتشابهات لا تهزه، يجعل بنيانه رصين قوي محكم. ليش يقولون محكمات؟ لأنها محكمة لا تهتز لا تتزلزل. مجموعة من المحكمات، من الأسس الواضحة التي لدينا فيها بصيرة نافذة نبني عليها سائر العقيدة، سائر الفكر. أهم شيء أن الإنسان يكون له تأسيس فكري صحيح، تكون له محكمات واضحة. لهذا نجد في الحديث عندما يصف الإمام المؤمن يقول: المؤمن كالجبل الراسخ لا تهزه العواصف. ترى هذا لا يعني أن المؤمن ثقيل أو أنه قد سمر نفسه في الأرض بحيث إذا جاءت عاصفة لا تهزه. لا، قد يكون الإنسان ضعيفا المؤمن، عندما يصلي تميله الريح يمينا
وشمالا. القصد أن عقيدة المؤمن، بصيرة المؤمن راسخة نافذة لا تهتز بماذا؟ بالشبهات هنا وهناك. هذا شيء نجده في حياتنا. الإنسان اللي ما عنده بصائر تراه يهتز لأقل شبهة تطرأ عليه سريع، مجرد واحد يشكك بموضوع بسيط يهتز دينه، ما يعرف شو يسوي، يجيب له يطرح له شبهة بسيطة تشوف يتخلل، ما يعرف إلى أين يذهب، فجأة يهدم كل البنيان ويقول الله ما موجود والسلام عليكم ورحمة الله. اختلاف في مسألة الهلال، هذا الاختلاف نراه في كل سنة. بعض الناس عندما يسمعون بهذا الاختلاف يقول بابا الدين باطل. ليش الدين باطل؟ الله ما موجود. شكو الله ما موجود ليش؟ يقول شوف اختلفوا المراجع. بالعكس، هذا الاختلاف يجب أن يزيدك يقينا بالله عز وجل. ترى أن شنو؟ أن لا عالم سوى الله، الكل شنو؟ عبيد، مساكين، فقارة، حسب ما أوتوا من العلم يحاولون أن يصلوا إلى شنو؟ إلى الحق. بصائر، بصيرتنا الأولى ماذا يجب أن تكون؟ أول بصيرة للإنسان، أجلى بصيرة للإنسان، بصيرة العبودية. الإنسان أول بسمار، أول طابوق يجعله، أول أساس ينصبه في عقيدته هي عقيدة شنو؟ العبودية، أنه إنسان مخلوق عبد لله. هذه بصيرة لا مفر منها. جئنا إلى هذه الدنيا اختيارا أم جبرا؟ أنا مجبور في مجيء إلى هذه الدنيا أم مختار؟ جاءوا وخيروني أم هكذا جئت؟ مو مخير، مجبور. جئت على غير اختيار وأرحل عن هذه الدنيا بغير اختيار، ما عندي خيار في الموضوع. ترى حتى اللي ينتحر ترى مو دائما يفلح، سامعين؟ يقول راد ينتحر الرجل شرب السم وعلق في نفسه في عنقه حبلا وضرب وأراد أن يضرب رأسه بطلقة، اهتز من الخوف، الطلقة ذهبت أطلقت على الحبل وطاح الحبل والسم اللي شربه كان تحت نهر، النهر دخل في بطن الماء، دخل في بطنه وطلع السم من عنده، وآخر شيء ودوه للمستشفى مسلم بعد هكذا، يعني بس يحتاج شوية إسعافات أولية بس مات بالمستشفى، خلل طبي. المهم الإنسان حتى في انتحاره مو شرط أنه يصل إلى نتيجة. مجبور أتى، مجبور يرحل. العبودية نوعين، عبودية تكوينية لا مجال للنقاش فيها. تكوينيا أنا إنسان ومو حيوان، تكوينيا أنا بشر، إذا أغوص في الماء بدون شيء يعطيني نفس أموت وما عندي خياشيم، هذا تكويني، أنا عبد، أنا مضطر لما خلقت فيه لهذا هذا الجسد، لقوانين تحكمني في هذا الجسد. هاي عبودية تكوينية ما أقدر أنا أنفيها عن نفسي، أقول أنا مو عبد، أنا ما أحتاج أتنفس هواء، أريد أتنفس فرضاً ماي، تتنفس ماي تختنق تموت، محال أن تستطيع أن تعيش هكذا. هاي عبودية تكوينية، إن الله يأتي بالشمس بشنو؟ من المشرق، فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. تكوينياً ما تقدر تغير فيها شيء. هناك النقاش كله في العبودية لشنو؟ تشريعية، إن أنا عبد لله يجب علي طاعة الله أم لا يجب. طبعا أهل الإيمان وإن شاء الله جميعنا منهم
لا يشكون في ذلك. فإذا لا نشك في ذلك يجب أن نجعله أساس. اجعل العبودية أساسا للفكر. أساس يعني ماذا؟ يعني تعرف أن كل الرسالات وكل ما جاءت به الأنبياء جاءت من منطلق شنو؟ تأسيس هذا الأصل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. تأسيس العبودية لله عز وجل. إذا أنت جعلت هذا الأساس نصب عينيك تكون بصيرتك محكمة، بعد ما تهزك العواصف، ما تصير عبد لغير الله عز وجل. تبدأ من الله عز وجل، تسمع لله عز وجل، تطيع لله عز وجل، ما تأخذ من هذا ومن ذاك. عبر في قصة النبي آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا شواهد كثيرة، أنا أريد أن نأتي بهذا الشاهد في الحديث. آدم سلام الله عليه ماذا كانت معصيته؟ أو لنقل ترك الأولى، وين كان؟ أخذ النهي من أكل الشجرة ممن؟ من الله عز وجل. قال له الله ولا تقرب هذه الشجرة. جاءه النهي ممن؟ من الله عز وجل. واضح؟ عندما أراد الرخصة أخذ الرخصة ممن؟ ممن؟ من غير الله. الآن الشيطان دخل في حية أو ما دخل في حية، هذا مو مهم. أخذ الرخصة من غير الله، هنا الخلل. أنت عبد لمن؟ عبد لله. أمرك من؟ نهاك من؟ نهاك الله. إبليس الله عين رسول، إذا عين رسول تقول لله عز وجل رسولك أخبرني، صح؟ عندك حجة أمام الله. لكن هذه الحية سمعت من الله أنه قال لك أن هذه الحية إذا قالت لك شيء فهو مني؟ لا، هنا الخلل، أن الإنسان يخرج من عبادة الله فجأة إلى عبادة شنو؟ غير الله. لهذا لنا في الحديث من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. الإنسان يجب أن يعرف أن يسلك طريق عبودية الله، ما لازم يزيغ يمينا ولا شمالا. لهذا في هذا الشهر المبارك نرى تأصيل هذا الأمر أصلا في كل العبادات. كل العبادات أتت لتؤصل مفهوم العبودية. إلى أي درجة؟ انظروا، عبادة الصلاة الإنسان يعتقد نفسه حر. أكثر شيء الإنسان مطلق العنان فيه شنو؟ الكلام، الحديث، أتحدث بما أشاء، لو حتى حديث ما إلى معنى أقدر أقول أي كلمة أريدها، ما حد يقدر يمنعني. لكن عبيد الله عندما يأتون ويكبرون في الصلاة تكبيرة الإحرام تشوف فجأة يسكت إلا عن ذكر الله عز وجل. تأصيل العبودية، أنت في هذه الصلاة من تكبيرتها إلى سلامها كلمة واحدة في غير ذكر الله ما تتكلم، فجأة تحس نفسك شنو؟ مقيد. حتى في شنو؟ في الكلام. 5 مرات في اليوم الله يقيدك، يبين لك أنت عبد. حتى في شنو؟ في المنطق، في نطقك، أنت عبد لله، لا تنطق إلا بما أذن الله به أن ينطق. تعال بعد، كل العبادات هكذا. تأتي إلى الحج، حبيبي الله عز وجل يأمرك أن تخلع جميع ما عليك من اللباس إلا من خرقتين، قطعتين من القماش، يعني لا يحق لك حتى أن تلبس ما تشتهي.
يرجع لك للعبودية، إن أنت عبد لله. الله يمنعك من اللباس تمتنع من اللباس، ما تقدر بعد عبد. بعد أكثر يقول عبد لله حتى لا تستطيع أن تنظر إلى وجهك في المرأة. يعني يبين لك أنت هنا لا شيء، القيمة ليست لك حبيبي، العزة ليست لك، العزة لله يؤتيها من يشاء. اللهم كيف أعز وفي الذلة أركستني، وكيف أذل وإليك نسبتني. العزة هي لله، والذلة لغيره، والاحتياج والفقر والفاقة والمسكن لغيره، إلا إذا نسب الله العبد إليه. إذا انتسب العبد إلى الله أصبح عزيزا بانتسابه إلى الله. لهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ماذا؟ يقول إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، عزتي في عبوديتك، في أن أقول أنا عبد الله. أمير المؤمنين عندما كان يريد أن يفتخر كان يقول أنا عبد الله وأخو رسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عبودية، تبيان أن الله هو المصدر للعزة، وغير الله ذليل مفتقر إلى الله. هكذا نرى كل العبادات. تدرون لماذا الآية تقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين؟ سئل الإمام لماذا الصلاة الوسطى صلاة الظهر هناك تركيز من الإسلام من الدين عليها؟ يقول لأن الناس في أوج انشغالهم بالدنيا، أوج انشغالهم بالدنيا، السوق والمضاربات، فهنا يرجعهم الله إلى العبودية، يناديهم، يؤذن مؤذن الله أن ارجعوا وعفروا تلك الجباه إلى الحي الواحد القيوم، لكي يعرف الإنسان أنه لا زال عبد. ليش الله وزع الصلوات على 5 أوقات؟ للتذكير، ارجع اعرف حقيقتك. لا تغرك الدنيا، لا تذهب يمينا ولا شمالا، شهر كامل الله عز وجل يقول حتى الطعام الذي أنت تظن أن من حقك أن تأكل، لكن يأتي ويقول من الصباح من الفجر إلى الليل حتى هذا الطعام امنع نفسك، تذكر أنك عبد لله عز وجل. تأصيل العبودية لله، تذكير. لهذا أفضل الأعمال في هذا الشهر ما هو؟ الورع عن محارم الله، أن يتذكر الإنسان أنه عبد، يجب عليه طاعة الله، يجب عليه أن يتورع من محارم الله عز وجل. هذا الشهر هو في الواقع للاستعداد لأن نكون عبيدا حقيقيون. الإنسان إذا استعد في هذا الشهر وأصبح عبدا بحقيقة العبودية يكون أهلا أن يتلقى ما يتلقى من الله في ليلة القدر. ترى من فضل الله أنه جعل ليلة القدر في آخر شهر رمضان، هذا فضل من الله. تدرون عندنا أن في المباهلة إذا أراد الإنسان أن يباهل أحد، الإمام سلام الله عليه يقول لا تباهل أحد مباشرة، أرجه 3 أيام، 3 أيام خلي بينك وبينه وقت. ليش؟ يقول في هذه 3 أيام صوم، صلي، استغفر. ليش؟ ليش؟ يقول لأن إذا حطيت شبكت يدك إصبعك كفك بكفه ودعوت الله أن يجعل لعنة الله شنو؟ على الكاذب منكما، لعلك تكون كاذب أيضا فتشملك اللعنة معه،
تجيك اللعنة هكذا بالجملة وتأخذك أنت وياه. يقول فقبل ما هكذا تروح بصدر مفتوح خلك مجال شوف أي كذبة مسوي. فثلاث أيام صوم وقول يا الله ترى ذا كذبة ما كذبة مسحها بوجهي زين، مو فجأة لعنة تنزل علي وعلى غيري. وعرف حتى وإن كان قولك حق في تلك المباهلة، لكن أنت ما راح تدعي الله أن يجعل اللعنة لعنته على الكاذب منكما في ذلك القول. تطلب من الله أن يجعل اللعنة عامة على من كذب. زين يا ما والعياذ بالله أنت مكذب على الله ورسوله غير تستعد للغفران. هكذا شهر رمضان، هذا الشهر الكريم، الله جعل لنا فرصة 20 يوم نتطهر، 20 يوم نركز معنا مفهوم العبودية في أنفسنا حتى تأتي ليلة القدر ونكون في أهلية ولو بسيطة لتلقي الفيوضات الربانية في ليلة القدر. طبعا العبودية لها بعدين أو بعدان. البعد الأول تكليفي، إنسان مهما يكون عبد لله، لكن أكو بعد آخر تشريفي. ماكو ملك يفتح بابه لمن هبده، لها بروتوكولات. شنو أي واحد يأتي ويتكلم مع الملك؟ روح اتكلم ويا الحاجب رقم 6000 وبعدين من 6000 تكتب لك 1000 ورقة و1000 طلب إلى أن تأتي للحاجب رقم 5999 وبعدين هكذا تدرج يمكن حفيد حفيدك يلتقي بالملك. زين جبار السماوات والأرضين رب العزة فاتح بابه بغير شفيع فيقضي لي حاجتي، اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك. تشريف، ما لازم دائما ننظر للعبادة كأنها تكليف. تشريف، هناك بعد تشريفي عظيم. في الحديث أن عبادة أو صلاة الأمم السابقة لم يكن من ضمنها، من ضمن الصلاة نفسها، ركوع ولا سجود. لهذا تشوفون المسيحيين عندما يصلون مجرد يضعون أيديهم على أكفهم على بعضها ويدعون، ما عندهم صلاة ولا سجود، ركوع ولا سجود. لكن تدرون هذه الصلاة التي نصليها نحن والتي نتثاقل للصلاة أو لأدائها، هذه عبادة الملائكة المقربين، منهم ركوع لا يسجدون وسجود لا يركعون. هذه عبادة المقربين من الملائكة. شرف الله أمة حبيبه محمد. بهذه الصلاة، أعرف عندما تأتي تقوم للصلاة هذا تشريف. الصيام تشريف. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وين نجد أن الصيام مكتوب على الذين من قبلنا؟ كان الصيام واجب فقط على الأنبياء، فقط الأنبياء يصومون لله. لكن أمة النبي أصبحت في مصاف أنبياء بني إسرائيل، صارت التكليف اللي علينا في مصاف تكليف الأنبياء. هذا تشريف أن ينظر الله إلى أمة النبي كما ينظر إلى الأنبياء من سائر الأمم. شرفنا الله بالصيام، لهذا أصبح شهر رمضان شهر ماذا؟ شهر فيه دعيتم إلى ماذا؟ إلى ضيافة الله
وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. تكرم الله عليك بشهر رمضان، اعرف قيمتك واعرف قيمة هذه اللحظات وهذه الأيام. أهل البيت سلام الله عليهم بيّنوا، عرفوا سلام الله عليهم، انتهزوا هذه الفرص، لعله أطال الله بعمر الجميع، لكن لعله يكون آخر شهر رمضان يمر علينا كل ساعة فيها مبارك، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عباد. مجرد أن تمشي، أن يدخل عليك هذا الشهر وإذا بك تكون عبد لله من دون أن تعطي من نفسك جهدا، فقط أن تبتعد عن محارم الله، أوتوماتيك تشوف تلقائيا الله يرفع درجاتك، كل نفس منك يصبح تسبيح. وأهم شيء في هذه الحياة، أهم عبادة هي شنو؟ تسبيح لله عز وجل. تدرون، علشان أبين لكم أهمية التسبيح في هذا الشهر، أقرأ لكم روايتين. الرواية الأولى يقول الإمام سلام الله عليه أن شهر شعبان شهر استغفار، وشهر رمضان شهر تسبيح وتحميد وتهليل، شهر التسبيحات الأربعة المعروفة. الآن مجرد أعطيكم لمحة عن عظم هذه التسبيحات. أحد عباد بني إسرائيل عابد عبد الله سنين من زمانه، قال يا رب ما لي عندك، شنو أنا عندي؟ خوش مسوي لنفسي، ها مجمع زين. فأراه الله ما له عنده، وإذا به مصفرا ما عنده أي شيء، خالي، جنة أرض قاحلة، بس مجرد كاتبين عليها اسمه، هذه دار فلان، لكن شنو بيها؟ لا قصر ولا حور ولا أي شيء. قال أي رب، أعمالي عبادتي أين ذهبت؟ فقال الله عز وجل، بالمعنى أنقل الحديث القدسي، قال أرضى من عملك ما ترضاه لنفسك. شوف عملك، أي عبادة أنت ترضاها لنفسك أنا أرضاها لنفسي. تعالوا شوفوا، احنا اذا واحد راد يصلي لنا صلاة، لنفترض كما نصليها لله نقبل فيها لولا، احنا اول ما نقول الله اكبر فكرنا يطير اصلا، يروح صاروخ يوصل للمريخ وما يرجع للكرة الارضية الا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجأة ما ندري اصلا شلون دخلنا بالصلاة وشلون انتهينا، والحمد لله الامام سلام الله عليه قال إذا علمت كيف دخلت في الصلاة وكيف خرجت صلاتك مقبولة، ومشي خلص صلاتي مقبولة، أدري مقبولة يعني سقطت تكليف، لكن هاي الصلاة حدها السقف هم زايد عليها، حتى الملك يستثقل يشيلها الصلاة، يقول شنو زايد علي يعني، ثقل فاضي على الزيادة يعني، خليها هنا أنا قاعد، هي ما راح تأثر. قال أي رب ما لي عندك، فرأى أن ما له شيء، قال رب عبادتي، قال أرضى منها ما ترضاه لنفسك. سكت، ما عندك، يدري إخلاص ماكو، سكت. قال أي رب ما أصنع، قال تدارك. قال كيف أتدارك؟ قال لك في بدنك 360 عرق، سبحني بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعدد كل عرق في كل يوم. 360 من هذا الذكر، سبحني تتدارك ما فات من عمرك. احنا هذا الشهر شهر التدارك، شهر ان الانسان بدل ان يلهج
بما لا يرضي الله يأخذ له سبحة ويعبد الله، يبين لله أنه عبد داخر، عبد فقير، عبد ذليل، لا يرى لصنعه شيء، لعبادته قيمة. الإمام الحسين أبو عبد الله سلام الله عليه بعد أن فدى ما فدى، أعطى ما أعطى، أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين. ماذا خاطب الله عز وجل في تلك اللحظة التي صنع له وسادة من التراب وهو على رمضاء كربلاء والدماء تجري من بدنه الشريف والعطش يزداد؟ يقول الله عز وجل لنبيه موسى وهو يشرح حال الحسين، يقول: لو رأيته يا موسى وقد حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. عطش عجيب لأبي عبد الله، لكن عندما هوى التفت إلى السماء نادى: اللهم يا غياث المستغيثين. فعبودية لله. لهذا يقول الشاعر على لسان أبي عبد الله: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. فلو قطعتني بالحب أربعين إلهي لما مال الفؤاد إلى سواك. هكذا تقرب الحسين إلى الله، ولكن الأعداء كيف ظنوا أنهم يتقربون إلى الله؟ آية صلت على جسد الحسين سيوف، صلت على جسد الحسين سيوف، فغدا لساجدة الضبا يا محراب سيدي ترب الجبين وعينكم لموحد. أبا عبد الله لليتنا كنا دونك في كربلاء، ليت خدودنا دون خدك فوق التراب، ترب الجبين وعينك لموحد ودت لجسمك أن تكون ترابا. سيدي أبكي عليك بعبرة مسكوبة ومدامع بدم القلوب مشوبة، ولما صابك من عظيم
مصيبة انت حافظ هذا البيت اريد تنعى معي ابكي عليك تبكيك عيني لعلاج لمثوبة لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إلهنا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه عجل اللهم فرج وليك يا الله. من قال يا الله 10 مرات في الحديث ناداه الله من فوق عرشه لبيك عبدي يا الله 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 يا الله. اللهم عجل فرجه اجعلنا من أنصاره ومن المستشهدين بين يديه. اللهم به تقبل أعمالنا يسر أمورنا أد ديوننا اقضي حوائجنا استجب دعواتنا وسع في أرزاقنا اشفي مرضانا سيما المرضى المنظورين ارحم موتانا وإلى موتاكم ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.